السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هنعمله كبيبة بطريقة حلوة من غير مكنة. معانا ربع كيلو من البرغل، يعني كوباية ونص البرغل، يعني ربع كيلو يعني كوباية ونص من المعيار ده. طبعا انا عملته في الكبة، خليته يكون ناعم بالطريقة دي. لو انتوا مش عايزين تعملوه بالكبة براحتكم برضك، بس انا عملته بالكبة يبقى احسن كمان. بسم الله، معانا كوباية ونص من البرغل. بسم الله، لازم يكون، بص المية مغلية ازاي، واحد اتنين، انا كوبايتين مية، وهنحطه كمان ربع كوباية كمان بالطريقة دي اهو. بسم الله، البرغل عيشرب السوائل دي كلها، ما تخافوش. هنسيبوه على جنب لحد ما يشرب المية دي كلها وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين، بصوا بقى البرغل شرب المية كلها ازاي. معانا هنا كوباية من الدقيق، بسم الله. معانا هنا البهارات، معانا نص معلقة ملح، معلقة كبيرة بصل بودر، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة كمون، ومعانا هنا بالظبط نص كوباية زيت. احنا معانا دقيق تاني، بس مش هشوف بقى ناخده دقيق التاني ولا لا. معانا نص كوباية تاني، طبعا هي لسه طرية هنحتاجه برضو دقيق. معانا نص كوباية، هنحط واحدة واحدة حسب ما تحتاج. لسه طرية برضو، بس اهم حاجة تستخدموا البرغل نوع نظيف، اهم حاجة يكون النوع بتاع البرغل نظيف. زي ما انتوا شايفين كده احنا عجنناها، هنسيبوها شويه بقى في الثلاجه. اقل حاجه تسيبوها في الثلاجه لمده نص ساعه عشان تعرفوا تشكلها كويس. طبعا هنا معانا لحمه، احنا عملناها ازاي. معانا بصلايه كبيره بشرناها لحد ما صفينا منها الميه، وحطينا معلقتين زيت، وحطينا اللحمه، وحطينا البهارات بتاعتها، نص معلقه قرفه وذره بسيطه من الملح وذره بسيطه من الفلفل الاسمر، بس كده هي الايه البهارات بتاعتها كده لحد ما استوت بالطريقه دي. طبعا اكيد كلكم عارفين طبعا العصاج بيتعمل ازاي. معانا هنا زبيب عشان هنحشوها برده جواها زبيب. لو انت عندك اي نوع من انواع المكسرات، عين الجمل، فستق، اللي انتوا عايزينه حطوه، بس انا هعملها بالزبيب دي اللي متوفر معايا. طبعا هنصفيها. بسم الله، اهم حاجه تنقعوا الزبيب في حبه ميه. انا نقع الزبيب هنا بقاله 3 ساعات نقعه في ميه عشان تنزل ايه السكريات كلها اللي جواه. يا ريت بقى لو عندكم عين الجمل، بعين الجمل جميله برضك، بس انا عندي زبيب، الزبيب حلوه برضك. بالظبط احنا قعدناها نص ساعة في التلاجة. بصوا جمالها بقى، وسهل تشكيلها، مش صعب ولا حاجة. بسم الله، بس هنشكلها بالزيت. كبروا حتة شوية، بسم الله.
نحط فيها اللحمه، اي حاجه لو انتوا مش عايزين الغير تحطوها جواها مكسرات بس براحتكم. هتقفلي كده ومعانا الزيت برضو. طريقه تشكيلها سهل ومش صعب ولا اي حاجه. اهي مش ايه، انا بظبط اهي. بص جمالها بقى، اعمله كمان واحده برضو كله بالزيت. اهم حاجه استخدامنا كله بالزيت مش بالميه. بس اهم حاجه بقى ما تنسوناش باللايك، كل اللي بيشوف الفيديوهات والله ما بيخشش يعمل لايك خالص. زي ما انا محتاجه اللايكات محتاجه المشاهده برضو. العشاق بقى اللي بيحب الكوبيبه بقى، بصوا جمالها. هنخلصوا بقى الكمية اللي موجودة معانا كلها، واول ما نقلوها في الزيت هنرجع لكم تاني. بصوا الكمية اللي معانا عملت كمية قد ايه، عملت طبقين. الطبق ده انا هستخدمه النهاردة، والطبق ده انا هحطه في الفريزر عشان عاملة كمية كبيرة. اول ما تمسك شوية نحطها في العلبة عشان بس ايه ما تبص مننا. اول ما تمسك الاول تحطها في الفريزر، ودي لازم نقعدوها بالظبط لمدة نص ساعة في التلاجة، وبعدين نقلوها في الزيت عشان ما تفكش مننا في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا جمالها بجد جميله. بصوا قعدت نص ساعه في التلاجة كده معانا زيت، لازم يكون انتوا شايفين هو سخن كده خالص. واو بسم الله. اول ما تعدي دقيقه او كده بس ما تملوش الحله، يجي على الاخر. اول ما تعدي دقيقه نوطي عليه عشان يستوي من جوه عشان ما يطلعش نايل. كفايه اول ما تعدي دقيقه بالظبط نوطي عليه. ده كده لسه ايه ما عدناش دقيقه. خلاص بالظبط كده ايه، كملت دقيقه بالظبط ايه على النار. هنوطي بقى خلي عشان تستوي ايه كويس. زي ما انتوا شايفين كده هو داخل على السوا. بصوا جماله بقى، لسه موطيين برضك ايه عليه اهو، لسه موطيين في النار. نار واطيه خالص عشان اهم حاجه يستوي من جوه. احنا عم طلعوها بقى بسم الله. بس اللقم مفكتش ازاي. هنوطي بقى على النار تاني. مستحيل تفك منك اصلا، مستحيل. بس انا هعلو ايه لحد ما تيجي دقيقه وبعدها نوطي تاني. اول ما تيجي دقيقه نوطي على طول. بصوا الجمال بقى، احنا خلصنا الكوبيبه كده بجد كفايه طعمها وكفايه ريحتها جميله جدا. بس اهم حاجه ما تخليهاش تخينه، خليها رفيعه بالطريقه دي عشان ما تطلعش منكم نيه بتطلع منكم حلوه كمان. واحنا طبعا بالظبط خدنا كوبايه ونص من البرغل
وعليهم كوباية كوبايتين وربع مية، وبعديها حطينا كوباية ونص من الدقيق، كوباية ونص من الدقيق، النص التاني خدناه كله. بجد امشوا على الطريقة وان شاء الله هيطلع منكم ناجحة، امشوا واحدة واحدة وان شاء الله هيطلع منكم ممتازة. بس اهم حاجة بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. اوريكم واحدة كمان، بسم الله، بصوا الجمال بقى، جميلة بجد، جميلة جميلة، كفاية ريحتها بجد. يلا مع السلامة، أسيبكم في رعاية الله.